السلام عليكم غزالي ديالي، ان شاء الله نختار لكم طريقه تحضير مقبله بالدنجال على الطريقه الفيتناميه. رائع جدا. نحتاج دنجال نكونوا مقطعينه مربعات ومفورينه او مبخرينه، ثوم بودره، يمكن السيده ما توفرت لهاش تستبدل بالثوم العادي، صوص نيوك مام، زنجبيل مبشور يكون طري، عصير نصف حامضه، بصل مقطع مربعات، كاسوناد او السكر اشقر، وزيت زيتون. في مقلاه نضع البصل، نضيف لها ثوم البودره، وكيف ما قلت السيده الما توفرت لهاش يمكن لها تعمل جوج دريسات الثومه محكوكين. نضيف الزنجبيل الطري مبشور، عصير الحامض، زيت زيتون تقريبا ملعقتان كبيرتان او ثلاثه، كاسوناد او السكر الاشقر، السيده اللي متوفر لهاش يمكن لها تعمل السكر الابيض العادي. نوضع لكم رابط تحضير السكر الاشقر في المنزل بالنسبه للسيدات اللي بغاو يعملوه في الدار. نضيف صلصه نيوك مام تلقاوها في جميع المراكز التجاريه. من بعد ما كتسخف لينا البصله نضيف لها قطع الباذنجان المبخر، ونبقاو نديو ونجيبو فيها ونزعلكوها كيف ما تنقولو بالطريقه المغربيه حتى يتغير اللون ديالها وتوري كامل ميزيب لي في ديال الكاسوناد، وتنقدموها بالصحه والراحه، تجي لذيذه ومغايره على طبق الزعلوك المغربي اللي مستانسين كنقدمو، تجي لذيذه مكونات جد بسيطه. كنتمنى تروق اعجابكم، ما تنساوش لايكي ولا فيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر ابوني وسبسكرايب اشتراك باش توصلوا بجديد القناه. مرحبا باسئلتكم واقتراحاتكم، وضعوا لي اسفل الفيديو. شكرا للمشاهده.